يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بلى يا عمر. ألست أنت رسول الله؟ بلى يا عمر. يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى يا عمر. فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ سيدنا عمر كان عزيز النفس، كان بغي أنه يقتلهم وكبغى يدخل مكة وخبزز منهم، علاش غنرضوا بالدنية من ديننا؟ اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من السلسلة ديالنا مع الحبيب. إذا كنت جديد على القناة نقول لك مرحبا بك، وإذا كنت من أهل الدار الدار دارك ما تنساش أنك تضغط على زر الإعجاب باش تخلي هذا المحتوى يوصل للناس واحد آخرين. خلي ما تسطلش لكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شاف رؤيا اللي غادي تفرحوا، غادي يجمع صحابه غادي يعودها لهم. قال لهم لأنه شاف راسه معهم اللي غادي يزوروا الكعبة اللي هي البيت الحرام، وخد المفاتيح ديولها وطافوا بالبيت وسعوا وحلقوا زعما حيدوا شعرهم، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صحابة فرحوا وبدأوا تيكبروا حيتاش غادي يزوروا وأخيرا البيت الحرام اللي توحشوا بزاف. أذن لهم مولانا أنهم يتجهزوا باش يمشيوا للعمرة، تجهزوا الناس ولبس رسول الله أحسن لباس عنده، ركب الناقة ديالو القصواء، وأمر أنهم ما ياخدوش سلاح إلا الركاب حيت هما ما خارجينش في معركة ولكن خارجين في زيارة بيت الحرام. غادي ينطلقوا البيت الحرام وهما تيقولوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. داز سنوات وسنوات ما شافوش فيها بيت الله الحرام، شحال توحشوه وكانوا حنوا ليه. في الطريق غادي يجيهم واحد الخبر بان واحد الرجل من خزاعة قال: يا رسول الله، تجمعوا باش يصدوك عن المسجد الحرام. غيسول رسول الله صحابه: أترون أن نميل عليهم ونقضيو عليهم أو لا نميكو عليهم ونمشيو البيت الحرام؟ جال عنده أبو بكر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، ولكن جينا البيت الحرام وما بغيناش نقاتلو إلا من حبسنا، فإن رأيت فهذا هو الرأي ديالنا. وفعلا رسول الله غادي ينزل عند الرأي ديالهم وغادي ينطلقوا من جديد لابسين ثياب الحرام وتيهللوا، ولكن في الطريق كان كيتسناهم خالد بن الوليد اللي بغى يقطع عليهم الطريق، وكان كيتسنى غير شي فرصة فين يكونوا كيصليوا. وأنزل الله آية وما خلاوش الصحابة سلاحهم حتى هما كيصليوا، منهم اللي كان قائم ومنهم اللي كان ساجد، مما خلى خالد بن الوليد انه ما يقدر يدير حتى شي حاجه. غادي توجه رسول الله مع المحرمين قاصد للاحرام، الهدف واحد هو العمره، ما باغيين لا قتال لا صداع لا حتى شي حاجه. لكن خالد بن الوليد كان حاضيهم، بانوا ليه بلي انهم غاديين من طريق ماشي هو الرئيسي، وخاف لا تكون شي حاجه، فمشى تيجري عند قريش باش انه ينذرهم بلي محمد راه سلك واحد الطريق من غير الطريق الرئيسيه. في طريقه عليه الصلاه والسلام غادي تجلس الناقه ديالو القصوى اللي ما بقاتش تحرك. قالوا الصحابة: خلقت القصوى؟ قال لهم: لا، ولكن حبسها حابس الفيل، فبحال هذا المكان حبس الفيل اللي جابه أبرها. إذا كنتم مازال باقين عاقلين في الحلقة الثانية على ما أظن، وهنا سيدنا رسول الله غادي أمرها باش أنها تحرك، وتحركات حتى وصلوا لواحد المنطقة اللي سميتها الحديبية. غادي يعسكر رسول الله مع أصحابه المحرمين، وجاهم العطش وما لقاوش الماء. مشاو عند رسول الله كيتشكاو من العطش وبلي أنه حتى شي واحد ما بقى ليه الماء. غيسول رسول الله واش عندهم شي شوية ديال الماء، وجابوا لي واحد القربة اللي بقات فيها واحد القلة. غادي يحط يديه الشريفتين في الماء، وهنا بدات ينبع الماء، والناس غادين وكيشربوا، والناس غادين وتيعمروا القراب ديالهم، شرب كل شيء حتى من الدواب غادي يشرب وفاض الماء. وهذا هو المعنى الحقيقي نتاع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا بات رسول الله كيتوسط ما بين الفريقين. جا رجل من خزاعة، هاد القبيلة اللي كانت عندها علاقة مزيانة مع رسول الله، كيتسمى بديل ابن ورق، غيجي عند رسول الله وقال له: يا محمد، واش عارف بلي أنه قريش بغات تقاتلك وتصدك على البيت؟ حاول أنه يقنعه باش يرجع. ويقول لي رسول الله: يا بودي، احنا ما جايينش نقاتلو ولكن جايين معتمرين. شوف الناس، وبلي قريش انهكتهم الحرب، واذا بغاو يخلو بيننا وبين الناس، واذا بغاو يدخلوا فيما دخلوا فيه الناس يعني راه بغاو القتال. والذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، زعما حتى تقطع رقبتي او لا ينفذ مولانا امره.
غير عبودين القريش باش يقول لهم هذا الامر تاع رسول الله. وهنا غادي يصيفطوا راجل واحد اخر باش يتوسط ما بينهم وما بين رسول الله. صيفطوا لدرجة الرجل الثالث حتى ما قدروش يقنعوا سيدنا محمد، وصيفطوا واحد الرجل اللي سميته عروة بن مسعود الثقفي اللي بدات يشوف الصحابة محرمين ورسول الله حتى هو اللي غيمشي عنده ويقنعوا باش انه يتراجع. قال لي يا محمد، اذا قتلتي قريش وحصدتهم واش سمعتي شي حد من العرب حصد الاهل ديالو؟ هادو راه الاهل ديالك. غادي يقول هاد خينا رسول الله، وان كانت الاخرى فاني لا ارى وجوها انما ارى اوباشا على المسلمين اللي كانوا معاه، حري ان يفروا. يعني هادو ما غاديش يقاتلوك، غادي يهربوا غادي يخليوك. غضب عليه ابو بكر وتكلم عليه بكلام شديد وقال ليه واش حنا غادي نهربوا؟ شنو الدور ديالنا حنا؟ نسيت الخندق وثبات الصحابه؟ حنا غادي نهربوا عليه؟ كان عنوه اذا بغى يدوي مع رسول الله كيشد اللحيه ديالو ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فكان واحد من الصحابه سميته المغيره بن شعبه كيضرب هذا الرجل بالمؤخره ديال السيف ديالو. كل ما تيبغي هاد عروه انه يقيس لحيه رسول الله الاخر تيضربو. قال من الرجل؟ قال المغيره بن شعبه. غير جا عروه القريش وقال يا معشر قريش، دخلت على ملوك قيصر وكسرى والنجاشي، ما عمرني ما شفت شي ملكا يعظمه اصحابه كيف ما تيعظموا اصحاب محمد. محمد راه كيتقاتلوا على الوضوء ديالو، واذا تكلم كينفذوا الامر ديالو، واذا سمعوا صوته كيخفضوا صوتهم. يا ناس، ما رايت احد يعظم ملكه وسيده كيف تيعظم اصحاب محمد. محمد وعرض عروه على قريش الصلح. لما علم شباب قريش باللي أن قريش غادي تصالح مع رسول الله وصحابه، ما رضوش بهذا الأمر وشدهم الحماس، وهم يجمعوا واحد الفرقة ديالهم من 70 أو 80 رجل من شباب قريش غادي يتسللوا من مورا مكة باش يقاتلوا رسول الله. غادي يستقبلهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه اللي كان قائد الفرقة اللي كتحرس النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه. لما شاف دوك الشباب غادي يأسرهم كلهم وجاهم لرسول الله، فأنزل الله تعالى فيهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يعني مولانا صرف كل طرف على الآخر. رسول الله مع أصحابه في مكان وقريش كتسنى شنو غيدير محمد وصحابه. فهاد اللحظات غادي يقرر سيدنا محمد أنه يصيفط رسول من عنده القريش، غيختار عثمان بن عفان حيت عنده عشيرة في مكة اللي كتحميه. غادي يخرج عثمان ودخل مكة واستقبلوه كفار قريش. شنو بغيتي يا عثمان؟ انا رسول رسول الله، جبت نعرض عليكم صلحا. جاء عثمان ومعاه شي حد من المشركين اللي غير ركب الفرس ودخل مكة وقال اذا بغيتي يا عثمان ان تطوف بالبيت فافعل. قال لا، ما غاديش نطوف قبل من رسول الله، اما يطوف او لما يطوف حتى شي حد فينا. كيفوض معاهم بما انه رسول لرسول الله، وفي نفس اللحظة كانوا كيتسناو فيه الصحابة وسيدنا رسول الله، ولكن مازال ما رجعش. حتى اشيع ما بين الناس بلي انه عثمان تقتل وانتشر الخبر ديالو ما بين المسلمين. فإذا رسول الله تيقول والله لا نبرح هذا المكان حتى نجازيهم. قتلوا الرسول ديالنا، جات الرسل من عندهم وما أذيناهمش، ودابا كيقتلوا الرسول ديالنا. فإذا بالنبي غادي أمر الصحابة بالبيعة على القتال، وكان عندهم واحد الشجرة في ديك البلاصة اللي تسمات بشجرة الرضوان. عقلوا عليها، هادي بزاف منكم كيسمعوا لي مكنظنوش بلي عارفين القصة ديالها، حيت أنا أول مرة غادي نعرفها. هاد الشجرة اللي تسمات بالرضوان كان من تحت منها جالس رسول الله. جاو الصحابة كيبيعوا فيه، كيبيعوا في سيدنا محمد بواحد بواحد على الموت، حيتاش دابا عثمان قتل كما أشيع. فأنزل الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قالوا له عثمان شوف اش غادي يدير رسول الله، غادي يحط يديه في نفسه وقال هذا عن عثمان، زعما انه حتى هو راه بيع رسول الله. فبعض الصحابه بحال سلامة بيع رسول الله 3 ديال المرات على الموت، كلشي بغى يموت في سبيل الله، كلشي بغى يموت حبا في رسول الله. ولكن من بعد البيعه هو عثمان جاي لعندهم، فرحوا الصحابه حيتاش عثمان ما تقتلش. وهنا غادي يعاود لهم شنو وقع بالضبط مع قريش. قريش بغات الصلح وما بغاتش حتى هي القتال، وباقا خايفه من رسول الله وصحابه. قريش مازال باقا عاقله على بدر الاولى وعلى بدر الثانيه وعلى الخندق، هاد المعارك كاملهم راني حكيتهم لكم. ودابا هي ما بغى حتى شي قتال، فصيفطت رجل من اهلها باش انهم يتفاوضوا مع رسول الله. غادي يصيفطوا سهيل بن عمرو، لما شافوا رسول الله من بعيد قال لهم هذا سهيل سهل لكم امركم.
قال لي شنو عندك يا سهيل؟ قال لي جيت نعرض عليكم الصلح. شنو الصلح اللي كطلبوا؟ هاد السنه ما تعتمروش وتجيو العام المقبل وما تهزوا حتى شي سلاح من غير الراكب ديالكم. وثانيا اللي بغى يدخل في الحلف ديالكم يدخل، واللي بغى يدخل في الحلف ديال قريش يدخل. ثالثا ان تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. والرابعه اللي خرج من قريش هارب بغير اذن وليه الى محمد غادي يرجعوه الى قريش، ومن خرج من محمد الى قريش فانه لا يرد. وهذا الاتفاق كان فيه ظلم للمسلمين، ما كانش فيه عداله، ومع هذا غادي يقبل رسول الله حيت كان باغي الصلح وباغي هدايه الناس والدعوه ديالهم. قال ليه اكتب كتابا. جاب رسول الله علي اللي يكتب الكتاب وهو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن حنا ما تنعرفوش، اكتب باسمك اللهم. قال رسول الله علي اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينقص من جديد سهيل وهو يقول لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك وما صددناك على البيت، بل اكتب محمد بن عبد الله. قال علي والله لا امحوها. وهنا قال رسول الله علي اشر لي بها، غادي يشير سيدنا علي سيدنا رسول الله بها ويمحيها رسول الله. شفتوا التواضع والرحمه والرافه في هذه اللحظه. جا واحد الراجل هارب من قريش اللي سلم وسميتو ابو جندل. في نظركم ولد من؟ ولد سهيل بنفسه، هذاك اللي جا عند رسول الله باش يتفاوض معاه على قريش. فولده غادي يوصل عند المسلمين ورمى نفسه عليهم وقال لهم يا معاشر المسلمين واش بغيتوا ترجعوني لقريش يفتنوني على ديني؟ لما شافوا باه سهيل قال ليه هذا اول ما اقاضيك عليه. قال رسول الله لسهيل مازال ما مضيناش الكتاب. قال ليه يا اما ترجع لي هذا زعما على ولده او لا ما يبقى حتى شي صلح بيننا وبينكم. حاول رسول الله باش انه يقنعه ولكن ما رضاش. فاذا بابي جندل تيغوت وتيقول يا معشر المسلمين كيفاش ترضوا انني نرجع للمشركين؟ ورسول الله في هذه اللحظه تيقول له اصبر يا ابا جندل فان الله جاعل لك وللمستضعفين. غيتم الصلح وغادي يرجع سهيل قدام معاه ولده. قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام للصحابه حلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم لا عمرة هذه السنه، يعني العام الجاي. تضيقوا الصحابة وما حلقوش ريوسهم، لربما أنه يجي شي وحي أو لفرج من عند مولانا. وخا أمرهم رسول الله باش أنهم يحلقوا حتى شي حد لدابا مازال ما حلق راسه. تضايق رسول الله وقالت أم سلامة احلق رأسك يا رسول الله، وحتى هما غادي يحلقوا ريوسهم. فعلا فاش سيدنا محمد حلق راسه غادي يحلقوا حتى هما، وما زاروش البيت هذاك العام ورجعوا للمدينة وهم حزنانين حيتاش ما طافوش بالبيت كيف كانوا كيتسناو وأصابهم الهم. وحاجة تانية داك الصلح كان كيصحاب لهم بلي انه ذلا لهم. فاذا بعمر غادي يمشي عند رسول الله وقال ليه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ليه بلى يا عمر. ألست انت رسول الله؟ بلى يا عمر. يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى يا عمر. فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ سيدنا عمر كان عزيز النفس، كان بغي انه يقتلهم وكبغى يدخل مكة وخبزز منهم، علاش غنرضوا بالدنية من ديننا؟ قال رسول الله يا عمر انا رسول الله ولست عاصيه وان الله ناصري. قال عمر الم تعيدنا يا رسول الله اننا نمشيو للبيت باش نطوفوا به؟ قال لي سيدنا رسول الله افاخبرتك انك اتيه هاد السنه؟ واش انا وعدتك بلي انك غتمشي لهاد السنه؟ قال لي لا. قال لي فانك اتيه ومطوف به يا عمر، يعني غادي تمشي للبيت وتطوف به ولكن ما وعدتكش بهاد السنه. مشى عمر عند الصديق وكيسولو نفس الاسئله، والصديق تيجاوب نفس الاجوبه نتاع سيدنا محمد. لما سأل قال الصديق لابن الخطاب يا عمر الزم عزم رسول الله، يعني كن كيف كان رسول الله، اللي امرك به التزم به وما تجادلش في هذه الامور. عمر تيقول انا باقي ندمان على اسئلتي لرسول الله طوال عمري، وباقي كندير من الاعمال الصالحه رجاء انه يكفر الله عليا هذيك الاسئله اللي كنت كنطرح على سيدنا رسول الله. لما رجع النبي والصحابه المدينه غادي ينزل مولانا تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هاد المعاهدة اللي في الظاهر ديالها ذل للمسلمين هكا وما شافوها، فهي فتح مبين للمؤمنين. لما نزلت هاد الآيات فرحوا المسلمون ومنهم عمر، وغادي تطمئن القلوب ديالهم وبلي غيكون نصر للمؤمنين. أول من جاء النساء مهاجرات من مكة للمدينة والمعاهدة أو الاتفاق هي كتقول اللي جا من مكة لرسول الله كيرجعهم، ولكن لما جاوا النساء قال رسول الله هؤلاء نسوة والنصف البنت
في عهد صلح الحديبية كينص على الرجال فغادي يستقبلهم سيدنا محمد وأمر مولانا أنهم يرجعهمش للكفار. في هذه اللحظة غادي يجي واحد الرجل هارب من مكة اللي غادي يسلم لما وصل وحسم برسول الله غادي يتبعوا زوج من المشركين. لما وصل للمدينة قال يا محمد كنطلبوك بفلان غادي يسلموا رسول الله ليهم، هذا عهد ورسول الله لا يخلف عهده أبدا. في الطريق هما راجعين به لمكة غادي يستغل الفرصة هذاك اللي كان هارب وشد السيف نتاع واحد منهم وقتل واحد وضرب الاخر وهو يهرب ورجع للمدينه. غيجي داك الكافر اللي باقي عايش وقال رسول الله صاحبك قتل صاحبي وبغى يقتلني حتى انا، غادي يخرج ابو بصير باش ما يحرش رسول الله ومشى لواحد المكان ما بين مكه والمدينه. كل ما هرب شي حد من قريش كيلحق على ابي بصير في ديك البلاصه ما بين المدينه ومكه حتى كون واحد المجموعه اللي قطعت الطريق على اهل مكه. جا وفد من قريش لرسول الله كيطلبوا هاد المرة باش أنه يلغي هذاك البند نتاع صلح الحديبية وأنه اللي جا منا ليك مؤمنا بك غير خليه عندك وما بغيناكش أنك ترجعوا لينا. وهنا كانت بداية النصر وغير بالحيلة. لما سيدنا رسول الله ضمن الصلح نتاع الحديبية بدأت يراسل الملوك في الجزيرة وخارجها لقاع الدول العظمى. سيدنا رسول الله غادي يوجه لهم الخطاب غادي يدعوهم فيه للإسلام، ولكن قبل هذا قالوا له أصحابه يا رسول الله إن هؤلاء الملوك لا يقبلون كتابا إلا إذا كان فيه ختم. وهنا رسول الله غادي يصنعوا له واحد الختم اللي فيه ثلاثة ديال الكلمات محمد رسول الله ورتبوها فوق من بعضها وحدة من تحت الأخرى، وكان في كل رسالة كيكتبها كان كيختم الختم دياله وبدأ كيصفت للملوك. غادي يصفت حتى للنجاشي اللي استقبل المؤمنين في الحبشة كتب ليه رسول الله وصفتها ليه مع عمرو بن أمية، كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة أسلم تسلم وإلا فإنما عليك إثم النصارى من قومك والسلام على من اتبع الهدى. واختم الرسالة ديالو قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. رسالة اللي كانت قوية، أجوا إلى أمر لنتفقوا فيه مجموعين أن نوحد الله ولا نشرك به شيئا. لما قرأ النجاشي الرسالة غادي تدمع عينيه وصفت لرسول الله رسالة بلي أنه يؤمن بالله ربا وكيوحده ويشهد أن محمدا رسول الله وأنه ما جئت به يا محمد لم يزد بما أتى به عيسى بن مريم، وغادي يكرم ابن عم جعفر وصحابه. صفت لي رسول الله أنه يرجع صحابه، غادي صفتهم نجاشي في سفينتين وكرمهم وعطاهم الخيرات وكان خير رجل آمن بمحمد. غادي صفت من جديد رسول الله رسالة إلى المقوقس عظيم القبط بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم وإلا يصبك إثم النصارى من قومك القبط. وكتب ليه واحد الآية غادي يقرأ هذه الرسالة وكان مع لحية الكلبي فإذا بيخ يقول والله إنه لا يدعو إلا إلى أمر المرغوب وما كينها إلا على أمر مزهود فيه. قرأت كلامه ليس بكلام ساحر ولا كاهن مع أنه ما سلمش، غادي يكرم رسول الله وصفت معاه جاريتين ماريا وسيرين وهداه بغلة. بغلة رسول الله غادي يتزوج بماريا اللي غادي تنجب ليه ابنه إبراهيم. والله أعلم بإيماني واش دخل الإسلام ولا لا ما عرفناش هاد المعلومة. غادي يصفت رسول الله رسالة واحدة أخرى لكسرى عظيم فارس، لما غادي يقرأها غادي يغضب وقطعها ولح على الأرض وقال عبد من رعيتي يقدم اسمه على اسمي. غادي يصفت رسول على اليمن وقال لي صفت رجلين إلى محمد يجوني به دابا. لما جاو دوك زوج رجال عند رسول الله وعرف شنو وقع قال أما كسرى فمزق الله ملكه، دعا عليه رسول الله في ذاك النهار وقال دوك زوج رجال جيو عندي غدا. لما رجعوا قال لهم رسول الله أتعلماني ماذا حصل لكسرى؟ قالوا لي لا. قال لهم مزق الله ملكه، قتلوا ولده ودمر مولانا الملك ديالو. أما قيصر لما صفت ليه رسول الله الرسالة غيسول واش كاين شي حد في الشام من القوم ديالو، قالوا ليه أبو سفيان، غادي يعيط عليه وجابه وبدا كيسولو وكان أبو سفيان صريح معاه. من هاد الأسئلة كان قال ليه هل فيكم ذو نسب؟ نعم هو ذو نسب. أكان أحد من آبائه ملك؟ لا. هل جربتم عليه كذبة؟ لا. أتباعه ضعفاء أم لا شرفاء؟
ضعفاء، يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون. أي يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ لا، غيقول القيصر الأبي سفيان كذلك الأنبياء تبعث في نسب من قومها وأتباعها الضعفاء، ولا يرتد منهم أحد سخطة عن دينه كذلك الإيمان لما تدخل للقلوب. بدا كيسول القيصر وأبا سفيان تيجوب حتى قال في الأخير إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه. بدأوا الناس تيغوتوا وخرج أبا سفيان وتيقول لقد أمر آمر بن أبي كبشيان عظم أمره. وهكذا بدأ رسول الله تكتب للملوك وملك البحرين وعمان وغيرهم من الدول باش يقيم عليهم حجة الله البالغة. وهذه هي كانت حكايتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وبسطتها لكم كيف العادة. أما سؤال حلقتنا هو، كنت قلت لكم في واحد اللحظة باللي أنه سيدنا رسول الله غادي يولد واحد الإبن اللي سماه إبراهيم، هذا الإبن أش من زوجة مع من ولده رسول الله؟ إذا كنتم مركزين غادي تعرفوا شكون. دمتم في رعاية الله وحفظين، تلقوا غدا في نفس الموعد. سلام سلام.